بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في منصة تعلم. اليوم حنتعرف على خاصية من خواص الجوجل اللي هي 3D. مثلا نريد نكتب هنا، مثلا حنكتب تايجر بحث، نقدر هنا نقول له عرض ثلاثي الأبعاد. مثل ما نلاحظ هيطلع بالشكل هذا. ممكن تشغيل AR اللي هو على الكاميرا، تقدر تحركه على السطح مثل ما نلاحظ هذا الشكل. ممكن تخليه بالمكان، ممكن تكبر تصغر حسب ما انت تحب. نقوم بالتجربة على مثلا حيوان آخر، نرفض الربت، نقول له view. نلاحظ ظهر بهذا الشكل. نقول له AR. نلاحظ الأرنب يظهر، لكن ظهر بحجم صغير. نقوم بالتكبير، ننظر إلى الشكل. طبعا مثل ما نلاحظ اكثر من خاصية، طبعا من هنا يمكن تحدد اكثر من شيء تحتاجه. مثل ما نلاحظ حتى البكتيريا وكثير من العناصر ممكن نشوفها من هنا. ان شاء الله سوف اقوم بذكر ليست من الاسماء اللي يمكن البحث عنها في صندوق الوصف. وشكرا للمتابعة وفي أمان الله.